تحرير بنغازي لحظة مفصلية حاسمة في مسيرة ليبيا نحو الخروج من مستنقع الفوضى والدمار والعودة إلى الحياة الطبيعية، لحظة مفصلية أيضا في الحرب الشاملة ضد الإرهاب فيما يعرف ببلدان الربيع العربي. ولبنغازي موقع مهم ودلالة كبرى في الحرب على الإرهاب، إذ من هناك من بنغازي مارست بعض القوى الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر لعبة الابتزاز الكبرى، لعبة خلق مناطق قلق وتوتر وفوضى ودمار بهدف تحقيق حضور على الساحة الدولية، تماما كما فعلوا في سوريا والعراق ومصر وغيرها من المناطق، خلق مجموعات إرهابية ومدها بالمال والسلاح وحتى الخطط كان بمثابة البزنس الخفي الذي أرادوا من خلاله تحقيق مكاسب على حساب دماء الناس ومستقبلهم. لكن ثمة من رفض وقاوم تحويل ليبيا إلى ورقة ومخزن للإرهاب الدولي، وفي حين كانت قطر تدعم الإخوان لاختطاف طرابلس عملت قوى أخرى ومن بينها الإمارات على دعم الجيش الوطني في معركته الحاسمة ضد الإرهاب. ها قد تحررت بنغازي بالتزامن مع تحرير الموصل ومع انطلاق معركة تحرير الرقة. الإرهاب الأسود ضرب في مصر خلال الأيام الماضية لصرف الأنظار عن تلك الانتصارات المصيرية، لكن مسار الأمور اليوم والدرب الواضح للجميع أن الحرب على الإرهاب لن تتوقف، بل باتت اليوم أكثر قوة وحزما بعد أن باتت الجار الدم في الدوحة تحت مجهر العالم الذي بدأ يصحو ويحاسب.